انا عارفه ان انتوا عاملين المؤتمر ده عشان انتوا ترحبوا بيا، لكن انا اللي عايزه ارحب بيكم. عايزه اقول لكم ان انا دي اول زياره ليا في بلدي التاني المغرب. عايزه اقول لكم انا مبسوطه جدا جدا. اللقاء ده كان المفروض يبقى من سنتين، صح مدام حياه؟ بس للاسف سبب الكورونا انا اجلت هذا السفر لمده سنتين. فانا بقيت سنتين بحلم امتى هاجي المغرب، امتى هقابل بنات المغرب القمر دول، وامتى هقابل ستات المغرب الموزز دول. فالحقيقه ان انا سعيده جدا جدا جدا، وانا متشكره جدا جدا على الدعوه الكريمه. اذا عرض عليا الزواج من رجل مغربي او افضل الزواج من رجل مصري، لازم تعزي تجوزيني يعني اي جنسيه، بس اختاري يعني يا تموت مضروب بالنار يا تموت محروق يعني. يعني هو الحقيقه لا، الجنسيه مش شرط. انا شرط بالنسبه لي في الراجل اللي ممكن اتجوزه انه يبقى راجل، يبقى بيحبني وانا كمان احبه. اشكرك. يبقى بيحترمني وانا كمان احترمه، يبقى سند ليا وانا اكون ظهري ليه. انا عمري ما هتجوز الا لما هتجوز راجل اقول عليه حبيبي. اولا انتوا ستات وبنات شيك، وانا بحب الشياكة، و جودة الحياة عندكم مهمة، وأنا بحب البنات والستات اللي بتفكر إنه أنا أهتم بنفسي زي ما بهتم بالآخرين. لأنه في مشكلة معرفش مين اللي أقنع الستات والبنات بيها إن أنتي شمعة تحترق من أجل الآخرين. أنا محبش الكونسبت ده، محبش التفكير ده. الحقيقة إن السيدات والبنات المغربيات اللي أنا التقيت بيهم على مدار السنين اللي فاتوا، ست بتعرف تعمل توازن ما بين نفسها وما بين الآخرين، وهو المطلوب للحياة. زائد إن أنا كل الناس المسؤولة عن البلاتفورمز عندي على السوشيال ميديا في التلفزيون، نسبة المشاهدة وكذا، طول الوقت بيقولوا لي المغرب المغرب، بنات المغرب، ستات المغرب بيحبوكي، بيقولوا لي. فأنا بدأت أدخل أشوف إيه اللي بيحصل. فأنا حبيتكم من حبكم ليا رغم أنا مش شفتكوش. حاجة تالتة كمان، انتوا كستات عارفين تاخدوا حقكم، وهو ده المطلوب. علشان كده انا بحبكم. بس هم قالوا لي كده. عدوة الراجل رقم واحد بلا منازع ان شاء الله. بس سؤالي يعني لا، عايزه ارد على دي عشان انا هزرت. لا، انا مش عدوة الراجل رقم واحد، انا نصيرة المرأة رقم واحد. انا الراجل ماليش دعوة بيه، انا مش قادرة افهم هو مدخل نفسه معايا في الموضوع ليه. انا مالي ومالك يا ابني، انا مش دعوة بيك، انا معاهم هما، انا ايه اللي جابني هنا؟ مش عارف. اتفضلي. كمان المغرب مش في مصر، خلاص على بعض داخلة بقية الوطن العربي. اوكي، انك جاية بشتحها دي اطلق بقية ستات المغرب اللي لسه ما اطلقوش، قريتها امبارح. اوكي، شنو ردك على التعليقات هذه؟ يعني اكيد ما عنديش تعليق على ان انا جاية اطلق الستات. يعني علشان انا مش ده مش تفكيري خالص. وبعدين الست مش مستنية حد يطلقها ولا حد يصالحها. الست لما بتقرر قرار بتعمله. لسه كنا بنتكلم دلوقتي على الست المغربية، فالست المغربية صوتها من دماغها، فهي مش محتاجة رضوى الشربيني علشان تيجي تقول لها والنبي اطلقي علشان هو يعني يعو وتسيبيه وتخلعيه وكده. الست المغربية لو عايزة تعمل حاجة هتعملها، هتعملها. أوجه رسالة للرجالة المغاربة كمان. يسألوني أنا جاي أطلقهم من مراتاتهم. حافظ يا ابني على مراتك يا ابني يا حبيبي، حافظوا على مراتاتكم بقى، حافظوا على مراتاتكم وعاملهم بما يرضي الله، عاملهم كويس واديوا ربنا فيهم بجد، اديوا ربنا فيهم. معاكم أمارات الحقيقة. يعني إمتى هتشوفيني عروسة؟ سؤال تطويري، سبب تأخيري في الزواج هو برنامجك يوتيوب. هو أنا اتأخرت في الزواج؟ انا عندي بنتين، انا متاخرتش على فكره، انا خلصت على فكره. انا اللي جايه هبقى بنبص ايه ليه اتاخرت؟ انا بنتي تقولي ليه انا خلصت بدري،
انا اتجوزت وخلفت واتطلقت ويعني انا زي الفل. ليه ليه ما اتاخرش خالص؟ لا ما تحسسنيش اتاخر. ليه ليه؟ لا إيه مش انا بني ادم واحده ست واكيد ببقى عايزه بارتنر، ببقى عايزه شريك حياه، عايزه احس بالحب وعايزه اتحبه وعايزه راجل و دي سنة الحياة، ده ربنا كتب. أنا مش متأخرة، أنا بقول دايما الاختيار الصحيح، فمش أي راجل هيقول أنا عايز أتجوزك هتجوزه، أنا هختار زي ما هو هيختار، وهو هيختار زوجة وأنا كمان هختار زوج، ويوم ما هلاقي ده، يوم ما هلاقي الراجل ده لن أتردد ثانية، رغم أن أنا عارفة كم الهجوم الرهيب اللي هيحصل عليا وانس ان انا اعلن ان انا اتجوزت. رسالتي للمرأة المغربية تخليها زي ما هي شاينينج، زي النجوم في السماء بتلمع، عايزاها قوية زي ما هي، عايزاها بتعرف تاخد حقها بمنتهى النعمة، عايزاها زي ما هي شخص عادل متوازن محب للحياة. لسه كنت بعمل انترفيو من شوية فقلت جملة ما كنتش مرتبة لها خالص والله العظيم. في واحدة بتسألني بتقولي ايه أكتر حاجة لفتت انتباهك في الستات والبنات هنا في المغرب، قلت لها ريحتهم. It's beautiful، ريحة حلوة، ريحة تقول الست قد ايه مهتمية بنفسها، shining clean. فاهمة قصدي ايه؟ فعايزاها تفضل زي ما هي. انتوا موزز الله ما يجوزكوش ليه يا حبيبتي؟ شيكو وفلل وموزز ليه؟ ليه ما يقبلوش ليه؟ لا يقبلوا عادي، الله واحد شايف قدامه واحدة قمر ودماغها توزن بلد ومثقفة وعقلة وشيك يعني ليه ما ليه؟ ليه ما يحصلش؟ لا يحصل، يجوزوكوا طبعا. وليه صديقات من المغرب كتير قريبين مني جدا، منهم بسمة بوصيل. بسمة طبعا حبيبتي بجد، مدام بسمة بوصيل، فبشوفها بسمة ست شيك قوي، طموحة، زوجة، حبيبة، أم، معرفش بقى تعرفه ولا لأ، رائعة رائعة، مهتمية جدا بولادها، بنظافة بيتها، بجوزها، بنظافة أولادها، تعمل مشروعها. She's a very very good business woman، بتفكر outside the box، عاملة التوازن ما بين حبها لنفسها وحبها لعائلتها ولجوزها وصحابها والآخرين. من أجدع الناس اللي شفتهم في حياتي في حياتي. فأنا نموذج الست المغربية عندي زي بسمة بوصيل، نموذج يحتذى به جداً.